هذا المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية لأول مرة كيتعمل في الدار البيضاء في الهواء الطلق. كما تعلمون أن الموسيقى الأندلسية كانت دائما عندنا في الظن بأنها موسيقى نخبوية، موسيقى الصالونات، ولكن الفكرة اللي جات بين مجلس العمالة والنوبة الأندلسية هو أننا ننشروا هذا التراث اللامادي اللي هو الموسيقى الأندلسية إلى سائر الناس، ونجيبهم أنهم يستمتعوا ويعرفوا بحق هذه الموسيقى ويكتشفوها. إذا الموسيقى الأندلسية كانت دائما منحصرة في بعض المدن العتيقة، كفاس، الرباط، تطوان، ولكن الدار البيضاء اليوم لها مهرجانها الدولي الذي يجمع بين المغرب والجزائر وتونس وإسبانيا، لأن كما تعلمون الموسيقى ليس لها حدود. اليوم تنظموا مهرجان دولي الموسيقى الأندلسية وهي النسخة الأولى. هذا المهرجان تندرج في البرنامج أنشطة التي يقوم بها مجلس عمالة الدار البيضاء، وحنا إن شاء الله اختارينا هذا اللون الموسيقى اللي هي تراث ديالنا الموسيقى الأندلسية، وتنظموها في واحد الفضاء اللي هو مفتوح، والهدف هو أننا نقربوها لمختلف الفئات خصوصا فئات الشباب، ونحبوا اليوم هذه الموسيقى، التراث الإنساني، باش إن شاء الله يعني أنها التراث يستمر في الإشعاع ديالو الوطني والإقليمي والدولي. هذه الليلة الافتتاحية ديال المهرجان الموسيقى الأندلسية، من خلاله كيوجه مجلس عمالة مدينة الدار البيضاء واحد الرسالة، هي رسالة ديال الحفاظ على الموروث الثقافي، على الموسيقى الروحية، على الطرب الأندلسي اللي كيشكل عمود من الأعمدة وقاطرة ديال الفن الملتزم والفن التاريخي والموروث والحضاري ديال المغرب. وحنا حاولنا نفتحوا على هاد الثقافات اللي نبينوا بأنه قاسم مشترك في الموسيقى الروحية بين هاد الدول. هذا هو اللي كيميز الموسيقى الأندلسية، هو هاد الانفتاح ديالها على المستوى الإقليمي.